ميراجن كناوة تخلق هذه منذ 20 سنه، وحنا فخورين بهذا الدوره الاستثنائيه اللي غنحتفلوا بهذا 20 سنوات اللي فتنا كمهرجان مناضل. ملي خلقنا هذا المهرجان هذه 20 عام ما كانوش مهرجانات في المغرب كما كنحضروا لهم اليوم، واكثريه مهرجانات لشعبيين مفتوحين على الجمهور بالمجانه، ما كانوش مهرجان بحال هذا. واكثريه هذا المهرجان رد الاعتبار، شحال من واحد جرب تنظيم مهرجان ومسؤولين كبار وعرفوا بان هذه ماشي قضيه سهله، وحنايا كمنظمين فخورين بهذه المرحله اللي وصلنا ليها، حيت المغرب تستافد بزاف، كناوة تستافدوا، مدينه الصويره استافدت بزاف من هذا المهرجان وتحولت بزاف بالمهرجان كناوة منذ 20 سنه. وهذا هو الدور ديال الثقافه باش نبينوا القيم ديالنا كمغاربه عندنا في بلادنا، نرحبوا الناس وكذلك من جهه اخرى نخرجوا على برا في بلدان اخرين ونبينوا الفن ديالنا والتقاليد ديالنا، وهذا هو الدور ديال الثقافه. لا بروغراماسيون ديال هذا العام كما شفتوا كاين واحد فيها مزروله، فيها انواع ديال، فيها البرازيل، فيها الامريكان، فيها اوروبا، فيها افريقيا. المهم بالنسبه للبروغراماسيون ديال هذا العام حنا حاولنا باش نديرو كتر، ولكن بالنسبه لي مويان ديال المهرجان ما عندوش دي مويان، لانه احنا بالنسبه لنا هذه الذكرى ال20، لانه دازوا عندنا دي كونسير كبار اللي هما نوستالجي، دازوا لي ويلرز، دازوا جروبات كبار. المهرجان ديال كناوة حنا خدامين على واحد الثقافه وعلى واحد التاريخ، والجديد ديما كل دوره، لانه حنا الخدمه ديال على تكناوت النتيجه هي، لانه كيجيو اسماء كبار تيكون هنا بحال ما عمرو ما كان، ولكن الشيء يبقى. حنا اللي بغينا يبقى هو يبقى واحد الشباب ذواق، ويبقى واحد البيبليك اللي يذوق الموسيقى ويذوق الجاز ويذوق البلوز ويذوق تكناويت، وكنتظروا ان شاء الله المستقبل. هذا صراحه نظن انه يعني تتشكل واحد المحطه اساسيه، لان اولا تتعبر على المثابره وروح المثابره ديال واحد المجموعه اللي كانت في هذه 20 سنه يعني ما وصلتش لهذا النتيجه. يعني هذه المجموعه اللي بدات هذه المبادره عطات الموروث الثقافي يعني اللي كان مهمش، اللي كان يعني لا ما عندوش اعتبار، رجعت له الاعتبار، فتحته على العالم، عطاته مكانه عالميه. تنظن هذا يمكن يمثل واحد يعني ممارسه فضله كي تنقولوا، يعني لانه كيفاش انطلاق من الموروث الثقافي المغرب وانفتاحه على العالم، يعني نخلقوا يعني نقويو الثقافه المغربيه والاشاعه ديالها. كذلك تنظن تجمع هذا المهرجان تسمح باش يجمع بعده كل الطبقات ديال المجتمع المغربي، يعني ماشي يعني لان كل السهرات مجانيه، واخيرا يعني تسمح بالمزيج بين الثقافه وحقوق الانسان. وهذا هو الاختيار اللي جعلنا منذ 6 سنين تنظموا هذا المنتدى اللي تيسمح كذلك بكل حريه بكل تعدديه التطرق لموضوع من المواضيع الاساسيه. هذه السنه اختارينا موضوع يعني الابداع الثقافي والسياسات الثقافيه في العصر الرقمي، الان الانترنت يعني غزا كل العالم وغزا كل الطبقات، وكذلك المبدعين المغاربه وعلى المستوى العالمي بداو تيستعملوا الانترنت في عده مستويات، مثلا في تمويل المشاريع، في تقديم هذه المشاريع. ولهذا يعني وهذا تيطرح اشكاليات جديده وتحديات جديده اللي تنتمنى هذا المنتدى يسمح بالتفكير فيها.